أيضا معنا مشاهدينا الكرام أستاذ هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار. أهلا بحضرتك معنا أستاذ هشام. وبالتأكيد يعني السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، هذه القضايا المطروحة هي ذات طابع وسمة سياسية وأيضا لها وجه اقتصادي بالتأكيد، عندما نتحدث عن الفقر، عندما نتحدث عن الزيادة السكانية، كلها قضايا ترتبط بعضها البعض بشكل أو بآخر وتدور في حلقة واحدة، خاصة أن الدولة المصرية تقوم وتعمل على خطة استراتيجية 2030 فيها التنمية المستدامة هي البطل في هذه المنظومة. كيف وجدت الأرقام التي طرحت في هذا المحفل وهذه الجلسة النقاشية والخلاصات التي تم استنتاجها؟ تفضل. مساء الخير في البداية، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. هو بالتأكيد طريق التنمية عادة لا يكون ممهدا، ومؤكد أنه بيكون هناك تحديات سواء كان داخلية أو خارجية. الحقيقة طريق التنمية في مصر اللي بدأ منذ 7 أعوام على وجه التحديد منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أتصور أنه الحقيقة كان هناك الكثير من التحديات، لكن كان أكبر من هذه التحديات هو عزم وإرادة الدولة المصرية، إرادة سياسية، والحقيقة الحكومات المتعاقبة اللي الحقيقة كانت بتقبل الدخول في عملية التنمية في ظل التحديات. واقع الأمر أنه يمكن زي ما حضرتك أشرتي استراتيجية التنمية 2030 بالتأكيد هي المظلة اللي بتتحرك فيها الدولة المصرية في كافة القطاعات. يمكن الحقيقة مصر بدأت في إطار عدد من المحاور. المحور الأول كان الحقيقة الإصلاح الاقتصادي، والحقيقة كان الوضع قبيل الإصلاح الاقتصادي الحقيقة كان ينزل بكارثة اقتصادية حقيقية، مش بس على مستوى الاقتصاد لكن الأكثر صعوبة كان هيبقى على مستوى المواطن. لكن الحقيقة يمكن إرادة سياسية قوية ومكاشفة مع الذات ومكاشفة مع المجتمع ومع المواطن، الحقيقة دخلنا في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الحقيقة كان كبير وعنيف، ويمكن المواطن لقى فيه دور بطولة. ووصلنا لمرحلة جيدة للغاية إنه حينما أتت الجائحة ظهر الآثار الإيجابية للإصلاح الاقتصادي، لأنه ما كان يمكن لمصر وللمواطن المصري أن يواجه تحديات جائحة كورونا إلا إذا كان الوضع الاقتصادي أفضل ويمكنه من التعامل مع الآثار السلبية. أكثر من كده اعتبر أنه في عدد من القطاعات النشاط الاقتصادي الحقيقة تأثرت بعنف زي القطاع السياحة، والحقيقة بيستوعب تقريبا 4 مليون مواطن. وايضا الحقيقه في عدد اخر من قطاعات النشاط الاقتصادي، والاكثر خطوره هو العماله المؤقته اللي هي جزء مهم منهم فقدوا وظائفهم، وكان امر منطقي انه الدوله تتحرك وتقدم مظله، تقدم منحه لكل من فقد وظيفته. والحقيقه ده كان فكر اتصور انه كان مهم جدا يطبق في الوقت الحالي، لانه هو ده اللي مش بس ساعد المواطن على انه تعينه على تلبية احتياجاته الأساسية، لكن كمان الحقيقة ده ساعد الوضع الاقتصادي، ساعد المصانع والشركات وخطوط الإنتاج عشان تستمر في العملية الإنتاجية، وده الحقيقة أثر على معدل النمو الاقتصادي جنبا إلى جنب مع التزام الدولة باستمرارها في النشاط الاقتصادي واستمرار ضخ الاستثمارات العامة بل وزيادتها، والاستمرار في كافة المشروعات القومية اللي هي الدولة اتحركت فيها منذ أو خلال ال7 سنوات الماضية. الحقيقة كان حجم التحدي كبير للغاية، لكن ما وصلنا إليه من مؤشرات اقتصادية في الوقت الحالي أتصور أنه مبشر للغاية، وده الحقيقة مش بس تقديراتنا لكن كمان دي التقارير اللي صدرت سواء كان من مؤسسات التمويل صندوق النقد والبنك الدولي أو أيضا من مؤسسات التصنيف. الحقيقة كلها أجمعت على إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إيجابية، وعلى الإبقاء على التصنيف الائتماني أخذا في الاعتبار أو بالمقارنة مع معظم اقتصادات العالم اللي هي التصنيف الائتماني لها انخفض خلال العامين الماضيين. وبالتالي ما وصلنا إليه لقينا أتصور أنه أمر طيب، يمكن أن يجعل هناك مزيد من التفاؤل والثقة في المستقبل القريب. نعم أستاذ هشام، جملة قيلت في هذه الجلسة النقاشية أعتقد أنها مهمة للغاية، عندما قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن مصر تنتهج مبدأ الحق في التنمية الاقتصادية كحق أساسي من حقوق الإنسان. يعني
ما قراءتك لهذه الجملة المهمة واللي في الحقيقة بتشير إلى أشياء كثيرة وانتهاجات كثيرة للدولة المصرية وتعاملها مع واقع في تحديات بعد جائحة كورونا؟ ما يتعلق بالتنمية، الحقيقة احنا أدركنا تماما ان احنا بنتحرك في إطار التنمية وليس في إطار المرور، بمعنى ان احنا الحقيقة محتاجين انه كل قطاعات النشاط الاقتصادي فيها تكون بتنمو، محتاجين كل فئات المجتمع تكون بتشارك في هذه العمليات التنموية، محتاجين كافة محافظات مصر تشارك في هذه العمليات التنموية، وده الحقيقة استيعابا لأخطاء وقعت فيها الدولة المصرية خلال عقود سابقة، لأنه الحقيقة فكرة النمو والحقيقة كان بيتحقق من عدد محدود من قطاعات النشاط أو بعدد محدود من المحافظات لم يكن عوائده تنعكس على الجميع. والوقت الحالي احنا الحقيقة الدولة يمكن مدفوع أكتر بفكرة التنمية ومدفوع أكتر بفكرة أنه كافة محافظات مصر تكون محافظات جاذبة للتنمية والعمران وجاذبة ومولدة لفرص الاستثمار وفرص العمالة. هو ده اللي بيقلل من الهجرة الداخلية، هو ده اللي الحقيقة بيقلل من التحميل على كافة مرافق الدولة، لأنه احنا الحقيقة في ظل أنه كان لدينا محافظات ليس بها عوامل جذب كافية على مدار سنوات طويلة، هو ده اللي كان بيجعل التحميل على شبكة الطرق على السكك الحديدية على الحقيقة كان أمر مكلف، والحقيقة كان بيلقي بأعباء كبيرة على ومعاناة أيضا على المواطنين. وبالتالي يمكن الدولة حاليا عازمة على أنه تخلق من كافة محافظات مصر انها تكون محافظات مولده للاستثمار مولده لفرص العمل، ويمكن احنا بنشوف حجم الاستثمارات العمل في اطار الموازنه العامه للدوله اللي بيوجه لمحافظات جنوب الصعيد للوادي الجديد لمحافظات سيناء، هي كلها بتتزايد وبارقام كبيره للغايه، وده هدفه الاساسي ان احنا نخلق تنميه حقيقيه، تنميه عمرانيه في كافه محافظات مصر. وبالتالي فكره الهجره الداخليه اللي هي كنا بنشوفها بارقام كبيره للغايه تنخفض، وبالتالي نقدر نقول انه كافه محافظات مصر تتحول تدريجيا لكي تصبح كلها جاذبه للاستثمار، جاذبه للنمو والتنميه، وتصبح الحياه في اطار تنافسي على المستوى الدولي. طيب استاذ هشام، ايضا طرحت فكره ان التنميه المستدامه تحتاج الى تمويل مستدام. إلى أي مدى مصر تقف على أرضية صلبة فيما يتعلق بشق التمويل المستدام لتحقيق أهداف بعيدة المدى وفقا لاستراتيجية 2030؟ هو الحقيقة يمكن في الوقت الحالي مصادر التمويل اللي بتتاح أمام الدولة المصرية متعددة ومتنوعة، ويمكن بالمقارنة مع ما كنا عليه قبيل 7 سنوات أو قبيل برنامج الصناعة الاقتصادي، هي كان مصادر التمويل سواء كان الداخلية اللي هي كانت تكلفتها مرتفعة للغاية، وخارجية اللي هي أيضا كان فيها شح كبير. الوضع الحالي بفعل برنامج الصناعة الاقتصادي، بفعل إنه مصر أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار، أكثر جاذبية لصناديق الاستثمار العالمية أو مؤسسات الاستثمار العالمية، هي إحنا مصر للعام الثالث على التوالي بتحظى بالدولة الأكثر جاذبية للاستثمار داخل القارة الأفريقية. وفي ضوء ده الحقيقة لما الدولة أو الحكومة بتلجأ لطرح حسابات في الأسواق الدولية بتغطى عدة أضعاف، وده معناه إنه في إقبال كبير على التمويل اللي يوجه لمصر، في اقبال على الاستثمار اللي بيوجه لمصر، وهي ايضا في اطار مصر وعلاقتها بمؤسسات التمويل الدوليه احنا فيها بنحصل على قدر مهم من التمويلات الانمائيه اللي ليها صفه الاستدامه، سواء كان من البنك الدولي او من البنك الاوروبي للاعمار. هي يمكن نسبه محفظه مصر في هذه المؤسسات نسبه مرتفعه، وده معناه دلاله على عده امور: المعدل الاقتصادي في مصر مستقر، والامر الثاني انه الحقيقه مصر لديها مشروعات مش بس بتخدم على عمليه النمو او التنميه، لكن الاكثر اهميه انها بتخدم على عدد كبير من المواطنين، وعاده التمويلات الانمائيه بتاتي من مؤسسات الماليه الدوليه اللي بيكون لها انعكاس على عدد كبير من المواطنين، والحقيقه الدوله مدركه تماما لاحتياجات المواطن المصري، وفي ضوء ده هي بتتحرك في خلق مزيد من المشروعات اللي الحقيقه بيكون هدفها
تحسين بيئه ومستوى معيشه المواطن، بنتحدث بقى عن العديد من المشروعات، سواء كان مشروعات التبقيع الترع، مشروعات الاستزراع السمكي، مشروعات الثروه الحيوانيه والداجنه، مشروعات الصوب الزراعيه. الحقيقه دي كلها هدفها تامين احتياجات المواطن في الاساس، وبتنعكس هذه المشروعات على عدد كبير من المواطنين، مشروعات الصرف الصحي، مشروعات المياه الشرب. احنا الحقيقه في اطار مبادره حياه كريمه احنا بنتكلم على قرى لم يكن بها الحد الادنى من الخدمات، وبالتالي احنا بنتحدث عن تمويلات بتنساب من المجتمع الدولي حينما تجد إرادة سياسية قوية، حينما تجد مشروعات لها جدوى حقيقية، مشروعات بتنعكس على تحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتحسين بيئة ومستوى معيشة المواطن، لأنه الحقيقة البيئة اللي بيعيش فيها المواطن الحقيقة تحتاج لإعادة تحليل. نعم أستاذ هشام، أيضا من الأفكار المهمة التي طرحت في هذه الجلسة النقاشية فكرة أنه عندما يكون هناك تنمية بالتأكيد يجب أن يكون هناك وعي من قبل المواطن التشعبات المختلفة لهذه التنمية، فكرة الزيادة السكانية، فكرة القضاء على هذا الملف المزمن في مصر، المواطن بيلعب دور كبير فيه بالتأكيد، وبالتالي تضافر جهود المجتمع لتحقيق أهداف التنمية، ليست فقط الدولة بمؤسساتها لكن أيضا المجتمع المدني، نتحدث عن قطاع خاص، نتحدث عن مبادرات مختلفة ومؤسسات أيضا حكومية وغير حكومية مختلفة، يجب هنا فكرة التضافر لتحقيق الهدف التنموي المطلوب أن نصل إليه. وبالتالي تحدثت أنت عن فكرة التمويل، ونتحدث عن الشق الآخر في تخصصك وألا وهو الاستثمار والقطاع الخاص والمشاركات والتشارك في أهداف التنمية، كيف تجده؟ هو يمكن الحقيقة الدولة المصرية، وده الحقيقة بيتكرر كثيرا على لسان السادة الرئيس، أنه الحقيقة الدولة والحكومة لا تستطيع عمل كل شيء، وتحتاج لمزيد من الشراكة مش بس مع مجتمع الأعمال لكن كمان مع المواطن العادي، وقدر مشاركة الجميع على قدر النجاح في تحقيق آمال وطموحات المجتمع والشعب المصري ككل. مؤكد أنه الدولة تسعى جاهدة للدخول في الشراكات مع مجتمع الأعمال، مع مؤسسات المجتمع المدني، بتسعى لأن يشارك الجميع من المواطنين، وعشان كده يمكن مشروع حياة كريمة الحقيقة أتصور أنه من بين، أو مبادرة حياة كريمة أتصور أنها من بين المبادرات اللي فيها درجة عالية من المشاركة، سواء كان بالتنفيذ الفعلي، لأنه كل ما يتم بيقوم به شركات خاصة، مشروعات صغيرة متوسطة ومواطنين عاديين، وبالتالي نقدر نقول انه فكرة المشاركة مطبقة على أرض الواقع، وقدر الاستفادة منها هيعم على الجميع، ويمكن من هنا بتأتي أهمية انه الكل يشارك والكل يستفيد، وبالتالي يبقى احنا بنحقق أقصد من بعد، ان احنا بنحسن من مستوى معيشة المواطن، وفي ذات الوقت أيضا بنخلق له مزيد من الفرص اللي تتاح أمامه، سواء كان من فرص عمل أو غيره. طيب أستاذ هشام، بعيدا عن هذه الجلسة وبعيدا عن مضمونها وموضوعها، كيف ترى البعد الاقتصادي خاصة في منتدى شباب العالم؟ يعني هو يحمل الكثير من الأبعاد سياسية وإنسانية وتكنولوجية ويعني وغيرها من الأبعاد، هنا أتحدث عن الشق الاقتصادي، كيف تجد الآثار الملموسة والمترتبة على هذا المنتدى اقتصاديا جراء انعقاد هذا المنتدى في مصر في شرم الشيخ؟ هو بداية يحسب للدولة المصرية أنها الحقيقة بتعقد هذا المنتدى في ظل التحديات الحالية، والأمر الثاني أنه الحقيقة قدر المشاركة على قدر الاستفادة، بمعنى أنه مصر اللي تستفيد من تجارب العالم، مؤكد أنه أيضا المجتمع الدولي يستفيد من التجربة المصرية، مؤكد ما يتعلق بالشأن الاقتصادي خاصة في الظروف الحالية، مؤكد أنه الجميع يحتاج لقدر من التنسيق والتعاون على مستوى الدولة، لأنه على قدر خروجنا من التداعيات السلبية للجهة هيكون هذا نتاج للدخول في شراكات أو دخول في أو الوصول لتفاهمات فيما بين الدول المختلفة على مستوى العالم، وده الشيء احنا محتاجينه بشدة في الوقت الحالي.
نعم، كان دايما في سؤال ملح أستاذ هشام في غالبا كل جلسات هذا المنتدى الذي يحمل شعار كبير وعنوان كبير، ألا وهو ما بعد الجائحة، العالم ما بعد الجائحة. لماذا مصر لم تتأثر بالشكل الذي تأثرت به دول أخرى ودول متقدمة ودول كبيرة؟ ما نقاط الارتكاز التي اعتمدت عليها الدولة المصرية لتحقيق نوع من أنواع التوازن وأيضا التعامل الجيد مع هذه الجائحة، بالرغم من أنه كان في تحديات، كان في طبعا جائحة وأمور طبعا ترتبت عليها كثيرة صحيا واقتصاديا وغيرها، لكن مصر استطاعت أن تتعامل معها بحكمة إذا واحترافية أيضا إذا جاز الوصف؟ بالتأكيد عدد من المحاور. المحور الأول هو التزام الدولة المصرية بعدم غلق النشاط الاقتصادي. منذ بداية الجائحة الحقيقة ساهم بشكل كبير في التعامل بشكل جيد مع التداعيات السلبية للجائحة، لإدراك تام من جانب الحكومة المصرية أنه غلق النشاط الاقتصادي هيؤثر على الجميع. والحقيقة جنبا إلى جنب مع أنه الوضع الاقتصادي المصري قبيل الجائحة كان وصل لمرحلة من الجودة بالشكل اللي الحقيقة مكنه من انه يستوعب صدمه زي جائحه كورونا. مؤكد انه تعامل الحكومه المصريه بواقعيه مع هذه الجائحه، مؤكد هو ده كان كلمه السر، انه الحقيقه عدم الخوف الشديد او الفزع الشديد من الجائحه وتداعياتها السلبيه، وفي ذات الوقت ايضا عدم تجاهلها. اتصور انه منهج الواقعيه اللي التزمت به الحكومه المصريه وقدر التزام المواطن بكافة الإجراءات الاحترازية هو ده الحقيقة مكن المجتمع المصري حتى الآن، وإن شاء الله ربنا يسلم ويكمل التعامل مع التداعيات السلبية للجائحة، والحقيقة ما يكونش في أي آثار على المستوى الصحي للمواطنين وأيضا على المستوى الاقتصادي بالنسبة للمجتمع ككل. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار.